السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متوحد وليد اللي عنده 12 سنة أول إعدادي، كيستعمل كرسي متحرك، عنده إعاقة حركية. الولد ديالي من 2019 وأنا اكتشفت برا أن راه كاين العلاج، غير هو داك العلاج مكلف وما كاينش في المغرب مع الأسف. ولدي كان كيتمشى، وصل عامين وشهر ويتشلل. في 2012 ولدي بحال ما عمره ما وقف على رجليه، ومن ثم بدأت المعاناة والحمد لله على كل حال. واش تم تشخيص المرض؟ التشخيص نقولوا في الاخر ديال 2012 اكتشفت ان عنده مرض الاس ام ان، هذا النوع اللي نادر، كيف ما قالوا الاطباء في 2012 انه كيقتل في 4 سنين. والحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله، الولد ديالي عنده 12 سنه و الحمد لله، غير هو ولات الحاله ديالو تدهورات بزاف. المهم بالنسبه للولد ديالي في 2014 دخلت المؤسسة الروض، تما في الروض كيشوفوا أن الوليد تبارك الله ذكي على وليدات أخرين، هو كيستعمل كرسي متحرك. دابا ولدي عنده 12 سنة أولى إعدادي، دير بيوف، متفوق في الدراسة، وأي واحد بغى معلومات ولا الوثائق يتواصل معايا ولا يجي عندي للدار مرحبا به، ويشوفوا الولد ديالي ويتكلموا معاه. الولد ديالي متفوق في الدراسة، واليوم بكم أخوتي المغاربة الله يسهل أمركم والله يجزيكم بالخير. بغيت صوت ولدي يوصل. أي وزارة الصحة والقصر الملكي، وكانوا الحمد لله كان تجاوب في المراسلة الأولى ديالي صفت القصر الملكي. لا وزارة الصحة ما صراحة ما جاوبونيش، لا ما جاوبوش. في المراسلة بغيت العلاج لولدي، هذوك الحقن كل حقنة كدير 76 مليون، العلاج ديال ولدي تقريبا 300 مليون، و 300 مليون راه زعما كون كانت باستطاعتي راه بصراحة ما غاديش ندير نداء ولا. انا بغيت من خوتي المغاربة الله يسهل امركم، اعتبروا عبد الحميد ولدكم، اعتبروني ختكم الله يسهل امركم. معكم اليوم بنت الشعب اللي الولد ديالها كيموت قدام عينيها وما لقات لي جهد، الله يسهل امركم. انا بغيت غير الولد ديالي يدير الدواء الله يجزيكم بالخير. شحال الحقنة خاصك؟ خاصين 4 الحقن. اما عندي هنايا الوثائق، عندي كل شيء. واخا 4 الحقن واش ممكن تزيد؟ دابا الحاله ديالو ولا الكرش ديالو في ظهره، والطفل عايش وسط البلاستيك. دابا كنلبسو جيلي بنهار ديال البلاستيك، وكيبغي ينعس كيلبس جيلي، لان العويجاج دابا كرشو ولات لي في ظهره، وممكن ان تبقى تزيد ديك الحاله كالظهور حتى القفص الصدري والركلي على القلب ديالو. ودرت له واحد التحليله بان واش باقي عنده الاكسجين في الدم، لقيت انه نقص بزاف. ودرت له واحد الراديو ديال القلب، ولقيت ان الوليد ديالي وصل لواحد المرحله ديال انه خصو ينعس بالاكسجين. دابا الله يجزيكم بالخير خوتي المغاربه، الله يجزيكم بالخير. انا بغيت الصوت ديال ولدي يريد تسمع يدير الدواء، هذاك الدواء لو كان بعشرات المليون ولا بعشرين مليون راه نقدروا نديرو، ولكن راه مني تنسمعوا 300 مليون راه لا حول ولا قوه الا بالله. شنو المطلب ديالك اليوم من المغاربه؟ بغيتهم يتضامنوا معايا ويديروا البارطاج باش الصوت ديالي يوصل، باش الولد ديالي يدير الدواء. انا الولد ديالي الحمد لله كيدير الترويض في ترويض خاص، ترويض طبي، كيقرا في مدرسه خصوصيه في البريفي بحكم مدارس عموميه ما كيقبلوش، والحمد لله يعني حتى المعده الطبيه راه لا ما كيقبلوش. الطفل معاق ما كتقبلوش مدرسه عموميه، وسيرتو الا كان فيها الدروش كيقول لك خاصك تبقى معاه النهار كامل، يعني صعيب الحال، وخاص تبقى تطلعو تهبطو ويجي الاستاذ ولا ما يجيش، يعني صعيب. ماشي بحال المدرسه خصوصيه، بعد على الاقل كتحطوا لهم في الصباح ونمشي مثلا في وقت الغداء ونجيبو في العشيه، وهذا الشيء اللي كاين. المطلب ديالي هي صوتي يوصل لوزير الصحه والملك البلاد حفظه الله ورعاه. كنطلب من الملك انه يتدخل ويشد بيدي الولد ديالي، راه من 2019 وهو محتاج الابر. ديته على برا، وعندي تقارير بانك تقول بان الولد ديالي الا دار هاد الدواء هذا راه مزيان، ومن 2019 وانا ما زعما صراحه ما
وكان ولدي دار واحد النداء واحد المره، وكانوا شي وحدين الله يغفر ليهم اتصلوا بي وعطوا امان ان احنا غنتكلفوا لك بالدواء زعما. الحمد لله على كل حال. رساله اخيره للمغاربه، المغاربه الله يسهل امركم، اعتبروني ختكم، اعتبروا عبد الحميد ولدكم، غير ديروا غير البارطاج 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 باش صوتي ديال ولدي يتسمع ويدير الدواء. راه الولد ديالي راه كيموت عرق بعرق والاعمار بيد الله، الله يسهل امركم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.